بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحبة السوداء أو السانوج يحتوي على معادن وفيتامينات مهمة لصحة الشعر. من خلال هذا الفيديو سأقدم وصفة رائعة جدا دون الحاجة لغسلها، وكذلك أقدم زيت الحبة السوداء أو زيت السانوج. في بعض الدول العربية الأخرى يطلقون عليها اسم الكمون الأسود، أو مثلا في مصر تسمى بحبة البركة. طبعا هي معروفة لدى الجميع، الحبة السوداء أو سانوج. هناك فرق بين الحبة السوداء وحبة البركة. في هذا الفيديو قلت سأقدم كذلك زيت الزيت وكذلك وصفة أخرى. تابعي معي الفيديو للأخير لتتعرفي على هذه الوصفات المفيدة للشعر. هذه الوصفات لها فوائد كثيرة، خاصة لمن تعاني من الشعر الأبيض، حيث تساعد على تحفيز إنتاج الميلانين وتساهم في استعادة لون شعرك الطبيعي، لتتخلصي من الشيب أو الشعر الأبيض باستخدام هذه الوصفات. كذلك أنصح بتناول ملعقة صغيرة من مطحون الحبة السوداء مع كوب من الماء بشكل يومي، وذلك لمدة 3 أشهر، فتساعد على علاج الشيب. أول وصفة نبدأ بها هذا الفيديو هي وصفة بدون غسل، تستخدمينها كآخر شطفة أو عند تسريح الشعر. نستخدم هذه الوصفة عند تسريح الشعر. نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من الحبة السوداء، ونضعها، نحاول أن نستخدم قارورة من الزجاج، ونضع بها الحبة السوداء، ثم نفرغ عليها الماء المغلي حوالي كأس كبير من الماء المغلي. لكل ملعقة طعام من الحبة السوداء نحتاج لكأس من الماء يكون مغلي، أو يمكن كذلك أخذ ملعقة طعام كبيرة مع كأس الماء وتوضع على نار هادئة جدا مع إحكام إغلاق الإناء حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة في الحبة السوداء، ونترك إلى أن يتغير لون الماء إلى اللون الأسود، وبعدها يترك إلى أن يبرد نهائيا، ويوضع في علبة بخاخ أو في أي قارورة متوفرة عندك في البيت. يفضل أن تكون من الزجاج لا البلاستيك، وتستخدمينها عندما تقومين بتسريح شعرك بخي من الجذور حتى الأطراف. يمكن استخدام هذه الوصفة للأطفال الصغار من عمر سنة فما فوق، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، حتى الحوامل يمكنهم استخدامها، المرضعات كذلك، والرجال كذلك يمكنهم استخدام بخاخ الحبة السوداء لإيقاف تساقط الشعر، والنتيجة تظهر من أول استعمال. ولا حاجة أبدا لغسله، عادي نترك الوصفة تنشف على الشعر، ليس بالضروري غسل الشعر بعدها لأنها لا تحتوي على رائحة. والحبة السوداء لها فوائد كثيرة جدا سأحاول ذكرها بهذا الفيديو. قلت يمكن استخدام هذا التونر أو المغلى كآخر شطفة للشعر، أو يمكنك استخدامه عند تمشيط الشعر. صلاحيتها توضع في الثلاجة صالحة لمدة 2 أسبوع كاملين فقط. عند استخدامها أنصح بتدفئتها قليلا. بالنسبة لنقع الحبة السوداء في الماء، أنصح بتركها ليلة كاملة لتنقع، وإذا استخدمتيها مغلية لحوالي 5 دقائق أو 10 دقائق وتركيها تبرد، وبعدها نقوم باستخدامها. نباشر عمل وصفة زيت الحبة السوداء. بالنسبة لزيت الحبة السوداء، نأخذ الحبة السوداء تكون مطحونة على شكل ناعم،
نقوم بطحنها ويفضل أن تطحن في البيت. ونأخذ أي قارورة موجودة عندك في البيت، يفضل كذلك أن تكون من الزجاج. نضع 2 ملاعق صغيرة من الحبة السوداء تكون مطحونة، ونضع عليها حوالي ربع كوب، لكل 2 ملاعق شاي صغيرة من الحبة السوداء نضع ربع كوب من، يفضل هنا الزيت المناسب لنوع مسامية شعرك، مثلا زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أو زيت الأرغان أو زيت الصبار أو أي نوع زيت قلت يناسب نوع مسامية شعرك. وللتعرف على نوع مساميات الشعر الفيديو موجود في القناة. وبعدها نضع هذا الزيت على حمام مائي، الحمام المائي بمعنى أن يكون الماء مغلي بهذا الشكل. نأخذ إناء ونضع عليه الماء المغلي ونتركه من ساعتين إلى 3 ساعات، يكون على نار هادئة جدا بهذه الطريقة، أو بطريقة أخرى بأن نأخذ الزيت ونضعه في مكان مظلم ونقوم برج البرطمان يوميا لمدة أسبوع كامل، وبعدها نقوم بتصفية الزيت واستخدامه في وصفات الشعر. ويفضل بعدها حفظ الزيت في أي قارورة غامقة اللون إذا توفرت عندك. غير متوفرة عندك قارورة غامقة اللون، يوضع في مكان مظلم، أو نقوم بتغليف القارورة بالورق الألمنيوم أو بأي كيس أسود غامق اللون. بالنسبة لزيت الحبة السوداء يحافظ على صحة فروة الرأس، كذلك يحفز نمو وإنبات الشعر، لأن زيت الحبة السوداء يحتوي على مواد طبيعية مفيدة جدا، وتستخدم لعلاج حالات الثعلبة، وهي فعالة وآمنة وليست لها أي أعراض جانبية، ممتاز لإيقاف تساقط الشعر، كذلك هو فعال لمنع الشيب ويرطب الشعر، وكذلك يمنع تلف الشعر. يمكن استخدامه كحمام زيت على الشعر لمدة ساعتين قبل الاستحمام، وبعدها نستخدم البخاخ أو التونر. وكذلك لدي وصفة أخرى تساعد أو تسرع عملية إيقاف تساقط الشعر. نحتاج في هذه الوصفة إلى الشامبو. هنا أنا استخدمت وللأمانة شامبو الزعتر الذي أستخدمه حاليا، وشامبو الزعتر موجود في القناة طريقة عمله. يمكن استخدام أي نوع شامبو متواجد عندك في البيت، سواء كان من قناتي شامبو مصنوع طبيعي، أو يمكن استخدام أي نوع شامبو تستخدمينه أنت. ونضع عليه شامبو الزعتر أو قلت أي نوع، ملعقة شاي صغيرة من الحبة السوداء تكون مطحونة جيدا، ونقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض، الشامبو مع الحبة السوداء. كل هذه الكمية ونعيدها في القارورة، ملعقة شاي في كل هذه الكمية، ونستخدمها أثناء الاستحمام. هذا هو الشامبو، مزيج ما بين شامبو الزعتر وكذلك الحبة السوداء.
هو آمن كذلك للحوامل والمرضعات. يمكن استخدام شامبو الزعتر المحضر في القناة. فقط كنصيحة لصاحبات الشعر الجاف جدا، أنصح بإضافة ملعقة شاي من الجليسرين أو زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند إلى شامبو الزعتر كي لا يزيد في جفاف شعرك. صلاحية طبعا هذا الشامبو حتى نفاذ الكمية. الزيت صلاحيته تدوم لمدة 6 أشهر. يمكن كذلك استخدام الزيت للأطفال الصغار من عمر السنة. وكذلك بالنسبة لشامبو الزعتر أنصح باستخدامه من عمر 5 سنوات فما فوق. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.